وردوا يوتيوب، كيف الحال؟ اخبار؟ ايش مسوين؟ عساكم بخير. فورتكس رجع بتراك جديد، مفاجأة من عيار الثقيل، عرفت؟ نزل تراك اسمه دوشة. معليش، guess what featuring ابو يوسف. اظنكم سمعتوا تراك اخر واحد كالعادة، عرفت؟ مسوين يفاجئكم، عرفت؟ فورتكس وابو يوسف نزلوا اخيرا تراك اسمه دوشة، produced by the one and only Big Mo. yes sir. التراك نزل امس. ايش المتوقع من التراك هذا؟ متوقع استعراض سكيلز عالي، عرفت؟ كل واحد بيسباز علينا بفلواته والسكيلز تبعه، مالتيز والكلام هذا، والرايمز، انترنال رايمز، يعني البوك حق الراب كله، القاموس حق الراب او قواعد الراب كلها بتنرمي هنا، فهمت علي؟ التراك وصل وقرب ال 65 الف مشاهدة، اجين في يوم واحد عدل 1000 او 10000 لايكات، 10000 لايكات، ما في كلمات بس اظن، والله اعلم. ليركس صح؟ ليركس فيديو. يس 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 يس. مين سوى الفيديو؟ عبد المجيد، جرافيك ديزاينر، سوبر 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 سوبر. اوكي، فورتكس فيتشرنج ابو يوسف، دوشه. يا تراك بيكون دوشه، الاسم لحاله فاكس، فهمت علي؟ الاسمين لحاله لما يجتمعوا في تراك واحد يجيب لك دوشه كذا في الراس، فهمت علي؟ فمن دون اي كلام كثير، كل واحد يدبر سماعته، ما عنده سماعات بوز يروح يدبر سماعته، او بوز تروح تدبر سماعته، سيب باك ريلاكس. Let's get it. ما في كلمات. دي خلي اجرب كلمة، خلي افتش الكلمات. دي ممكن يكون في السبوتيفاي، قناة فورتكس صح؟ سو فورتكس سكي ماستر بيبي. كلمات ما في. خلاص خلينا نسمع. دا دين. هندسة خليجية. If you know you know يعني. فهمت علي؟ بالقزمة مش متذكر، بصور له فلتين. ملكش لازمة زي شمسية في البيت على جنب ركين على البيت ما بيجيش. بكلام ترتر ماليش فيه، ما نفسيش، عامل فلوس يمسم من 2020 لسه فيه بتنتش حزين يا عويل. موشنز 11 بس موشن زي سفن مع البروموشن، بتفق مش مع الهوجة، بلتفت الموجة بتتركب، الفلوجة بيتسرق، الأوضة بتقلب، وبلاقي اللي كنت بدور عيب من الأول، وأنا بصور عيب بتدون، لما تحور عيب تخون، أخد شاور عيب من الأول، فاهم؟ شاور عيب بجوك غوط سو. ترى كنت مفكر، كنت افكر يعني، كنت اقول هل ابو يوسف بيستعرض السكيلز حق فورتكس ولا في الفاست فلو او الرابيد فلو هذا، فهمت علي؟ متمكن ترى في عنده تراكات تقريبا قد سمعت له باربارين بالسلوب حق او قريب من سلوب فورتكس يعني، عرفت؟ احطه وين هنا ولا مع الحشمة يعني؟ انا خلينا، عرفت؟ اوكي. انا شايف الكومنتات كلها قاعد تقول عظمة 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 عظمة، عرفت؟ خلينا جنب زاي. بس فاكر من فين الشقة بفور وفلتين إلى جواي ساكتة والأبسية في البيت، ملكش لازمة زي شمسية في البيت على جنب ركين على البيت ما بتجيش، بكلام ترتر ماليش فيه، ما نفسيش، عامل فلوس يمسم من 2020 لسه فيه بتنتش حزين يا عويل. موشنز 11 بس موشنز زي سفن مع البروموشن، بتفق مش مع الهوجة، بلتفت الموجة بتتركب، الفلوجة بيتسرق، الأوضة بتقلب، بلاقي اللي كنت بدور عيب من الأول، وأنا بصور عيب بتدون، لما تحور عيب تخون، أخد شاور عيب من الأول، فاهم؟ شاور عيب بجوك غوط سو، بس أنا بطبش كذا، ما طب
بوم 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 في دماغي قطع تذكرة ومسافر مدن مدن ألف حق. يو 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 بيج اب بيج اب بيج اب بيج اب بيج اب بيج اب لبيج مو الجندي المجهول. اوف كورس اوف كورس هو عبد المجيد الجندي المجهولين يعني عرفت. ليتس جو ليتس جو اذن اذن فلوس سفن سفن سموك انا ما فيش كله لك بيس خده ده وده وانا ماليش في اي كلاب صيت مولو فوق ده تلقيح من طرف واحد بقى مولو بوخ بس الرد اهو كامل بقى برو مسوق. انا مغيز عارف انا مجيد عايز انا غليظ عاجب انا مبيد قاتل انا ممثل انا بجيب حياتي ما انا مجيب شيء مش هجيب زيه انت جيب زيت جيت طبرت عقيد ما فيش سبيس دبل ابر كات كوبي ديب فيك سوري جيب دبل ابر كات. هذه اول مره اسمعها دبل ابر كات. انا مغيز عارف انا مجيد عازف انا غليظ عاجب انا مبيد قاتل انا ممثل انا بجيب حياتي ما انا مجيب شيء مش هجيب زيه انت جيب زيت جيت طبرت عقيد ما فيش سبيس دبل ابر كات كوبي ديب فيك سوري جيت ليم ميم زعيب ملاليم ليم ختم الهلاهيل عين بس بايد جريت هتبقى ايد جريب صورة بتفرج على بيس كيك مش لاقيك ليه بيجي قشطه كيف فيت هلاغيك ويت ولا ويك اند ولا ويك برو. لو في كلمات كنا على الاقل نوقف ونقرا فهمت علي؟ انا فاهم اللي قاعد يقوله بس مستحيل اقدر اعيده بنفس الطريقه اللي قاعد يقوله يعني عرفت عشان لهجة يعني لكن مفهوم. هو فورتكس عند او بالذات فورتكس عندهم الرابيد فلو يعني رابيد فاير هذا بس مفهوم فهمت علي؟ اذا ركزت في الكلام او احيانا ما يحتاج تركيز فهمت علي باين الصوت واضح فهمت علي نظام زي بونثاكس ان هارموني سريعين بس مفهوم كلامه يعني. انا مغيظ عارف انا مجيد عازف انا غليظ عاجب انا مبيد قاتل انا ممثل انا بجيب حياتي ما انا مجيب شيء مش هجيب زيه انت جيب زيت جيت طبرت عقيد ما فيش سبيس دبل ابر كات كوبي ديب فيك سوري جيت ليم ميم زعيب ملاليم ليم ختم الهلاهيل عين بس بايد جريت هتبقى ايد جريب صورة بتفرج على بيس كيك مش لاقيك ليه بيجي قشطه كيف فيت هلاغيك ويت ولا ويك اند ولا ويك ديز كينك انا زي بيكي مش بيكي فيك اسمع فيكي عشان راحت منك يا اسطى راحت منك يا اسطى سيب ايه ده انا ما صدقت اني بفيد لينكس نووي انت دووي مفيش سكيل مفيش اوتو تيون ولا كي ومفيش ويف لوسي ذا كلير ويف مشوا وانا بطير سكيت مدير بيه بدير بيت مفيش نجاح مفيش شيء. طب يوسف على البيت مش عارف امتى انه يسيب ايه بالذات لما جيت شيء زي لما قلت جيب زيت كان ممكن اقول تجيب فيب مفيش راب مفيش تيمز مفيش بيت مفيش تراك مفيش جيمز مفيش شيء بتنفس هيب هوب بعد بعد انا بطشر دمان فارج فارج فراسي كلام كثير خليني اقوله في نهاية التراك. خليني لما قلت جيب زيت كان ممكن اقول تجيب فيب مفيش راب مفيش تيمز مفيش بيت مفيش تراك مفيش جيمز مفيش شيء بتنفس هيب هوب بعد بعد انا بطشر دمان فارج فارج بدل الرابع بسبين سبين كده بتفل تنهان ترى بدل بس باب مينون اثيو انا وابيو اثيو ندمان نعطيك منيو بالراب سؤال كنيو دو ذات لا فاشل كلب بلوز الرايت جوز لي احنا دماغنا كمبيوتر اميوزمنت البيت من بيج مو. ما اقدر اسمع بدون ما اوقف ما اقدر مفيش راب مفيش تيمز مفيش بيت مفيش تراك مفيش جيمز مفيش شيء بتنفس هيب هوب بعد بعد انا بطشر دمان فارج فارج بدل الرابع بسبين سبين كده بتفل تنهان ترى بدل بس باب مينون اثيو انا وابيو اثيو ندمان نعطيك منيو بالراب سؤال كنيو دو ذات لا فاشل كلب بلوز nobody can do that. ما في الا فورتكس فقط اللي يقدر يسوي الشغل هذا مستحيل تلقى احد ثاني مستحيل مستحيل. اذا في رابرز يجيبوا السكيل هذا او الاسلوب هذا او المهاره هذه وروني تحت فارج فارج بدل الرابع بسبين سبين كده بتفل تنهان ترى بدل بس باب مينون اثيو انا وابيو اثيو ندمان نعطيك منيو بالراب سؤال كنيو دو ذات لا فاشل كلب بلوز الرايت جوز لي احنا دماغنا كمبيوتر اميوزمنت البيت من بيج مو اكيد في سيك فلو كني كينج كونج كان كيب كوم مثل كوم الكيك يطق وانا رد كبينج بونج لا تسوي سليك بريك لا دش ببريك وول الكيك يطق وانا ارد زي البينج بونج وات كيب كوم مثل كوم الكيك يطق وانا رد كبينج بونج لا فاشل كلب بلوز الرايت جوز لي احنا دماغنا كمبيوتر اميوزمنت البيت من بيج مو اكيد في سيك فلو كني كينج كونج كان كيب كوم مثل كوم الكيك يطق وانا رد كبينج بونج لا تسوي سليك بريك لا دش ببريك وول كذاب ونص لا تسوي سليك يا وات كيك يطق وانا رد كبينج بونج لا تسوي سليك بريك لا دش ببريك وول لا تسوي سليك يا بريك بريك تقريبا سبه فهمت علي؟ انا بدش ببريك كيب كوم مثل كوم الكيك يطق وانا رد كبينج بونج لا تسوي سليك بريك لا دش ببريك وول شو لا دش ببريك وول
لا تسوي بريك، لا تسوي انك فاغر فهمت علي، عشان لا اخش ببريك وول. بريك وول هذا البلوكات حق الجدران فهمت علي، فيقول لك لا تسوي بريك، لا دش ببريك وول فهمت علي، فجر وجهك. كيب كوم مثل كوم الكيك يطق وانا ردك بينج بونج، لا تسوي سليك بريك، لا دش ببريك وول. كذاب ونصاب افعاله تفضح يقول كلامه ينصاد، ما بين السطور اشوف اعجاب وخذلان، اينو هالاطباع بالراب باختصار انفان. بلش ركف عجل قبل نهاش، لاني دفل قفل خبل بتنهاط بقبر بعد الدفن، خبر كان بيكون اسم الخصم مع باجي لو غار بهذا دفن كأنه بيكاسو. God damn it God damn it برو 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 فورتكس 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 فورتكس. صدق قابلت كم شخص يقول إنه فورتكس مو بأفضل رابر أو at least top 5. نو 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 أنا ما يعجبني فورتكس، والله كلامه مو مفهوم والسكيلز عادية والجودة. بيت من بيج موكيت في سيك فلوك اني كينج كونج، اكانت كيب كوم مثل كوم الكيك يطق وانا ردك بينج بونج، لا تسوي سليك بريك، لا دش ببريك وول. كذاب ونصاب افعاله تفضح يقول كلامه ينصاد، ما بين السطور اشوف هذه عمشور نغزة عمشور نغزة، اللي يعرف يوريني لمين. لكن مستمتع مستمتعين بالبيت، مستمتعين ب يعني ابو يوسف شرفنا فهمت عليه وشرف التراك هذا. فورتكس دوينج هيز ثينج يعني، فيا اللي يعرف لمين النغزة هذه لانه واضح يعني يوريني، او انه ممكن يكون استعراض بس او فرد عضلات which is من حقه يعني صح ولا لا. كان كيب كوم مثل كوم الكيك يطق وانا ردك بينج بونج، لا تسوي سليك بريك، لا دش ببريك وول. كذاب ونصاب افعاله تفضح يقول كلامه ينصاد، ما بين السطور اشوف اعجاب وخذلان، اينو هالاطباع بالراب باختصار انفان. بلش ركف عجل قبل نهاش، لاني دفل قفل قاعد اوقف كثير. اينو لكن ما اقدر I have to علشان تقروا قاعد كلامك قاعد اشوفه يعني. اينو هالاطباع بالراب باختصار انفان. بلش ركض عجل قبل نهاش لاني بلش ركض عجل قبل هان لاني دفل قفل خبل لاني دفل قفل خبل البتن حاطب بتن حاطب بقبر قبر بعد الدفن خبر كان بقبر بعد الدفن خبر كان بيكون كن اسم الخصم مع باجي لو شي هالاطباع بالراب باختصار انفان. بلش ركف عجل قبل نهاش لاني دفل قفل خبل بتن حاطب قبر بعد الدفن خبر كان بيكون اسم الخصم مع باجي لو غار بهذا دفن كأنه بيكون اسم البغل مع باقي او غاد قبر بعد الدفن خبر كان بيكون اسم الخصم مع باجي الخصم. انا ايش قلت؟ قبل قفل خبل بتن حاطب قبر بعد الدفن خبر كان بيكون اسم الخصم مع باجي لو غار بهذا دفنك كأنه بيكاسو بشوف لحد بتدي بقول لك باسو بالعلى سنه ما قدر يغلد مع فلو اسمح انا بدون عبالي باني مو ايكون هي ويل داي سلو لما نحط بطل بدا ما سجلوا بدون عدد بكل بشعب داهم دون مشاعر حد مش انا بجبل هذا المطلب ربنا خان جاي مربط بدا قطع اطراف جيفري دامر هالكان صار هالكان بيكوز هي كابيد الكونسبت جيفري دامر ويت 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 برو لو في الكلمات لو في الكلمات قاعد القط قاعد القط جمل مقطعه فهمت علي بس لو في الكلمات على الاقل كنا نقرا الشيء كامل عرفت اسم الخصم مع باجي لو غار بهذا دفن كأنه بيكاسو بشوف لحد بتدي بقول لك باسو بالعلى سنه ما قدر يغلد مع فلو اسمح انا بدون عبالي باني مو ايكون هي ويل داي سلو لما نحط بطل بدا ما سجلوا بدون عدد بكل بشعب داهم دون مشاعر حد مش انا بجبل هذا المطلب ربنا خان جاي مربط بدا قطع اطراف جيفري دامر هالكان صار هالكان بيكوز هي كابيد الكونسبت هالكان كاتب انا شاك في رجان مان لا تقارن هذه كارثه انك مقارن هالكاتب هالكامري سيني ضحك السمس نبي مورفين صحوني 100 مين 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 يقارن الهيركات بالكامري؟ مين 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 مين؟ هل كان بيكزي كابيد الكونسبت هل كان كاتب انا شاك في رجان مان لا تقارن هذه كارثه جنك مقارن هل كاتب هل كامري سيني ضحك السمس نبي مورفين صحوني 100 عدي بالمكان مورفين. اللي عجبني في هيلكات والكامري انه جابها هيل هيل فهمت علي هيلكات وبهل كامري عرفت؟ كان كاتب انا شاك في رجان مان لا ففي هلهلة في الموضوع عرفت؟ هيلكات بهل كامري برو اذا نغزة جون سليف يا صاحبي النغز هذا لازم يروح ينام يعني قارن هذه كارثة جنك مقارن هل كاتب هل كامري سيني ضحك السمس نبي مورفين صحوني 100 عدي بالمكان مورفين وتعطاني جني مورفين الظهر تسبب ويتحب احنا مو عارفين يا فلان طس عندك لك صدق قاطلس ما اسحب على اخواني بس عشان عيني عيني من بايك بتشوفني غدر قاعد اطف عليه تف عليه
ما اسحب على اخواني بس عشان احنا مو عارفين يا فلان طس عندك لك صدق قدس ما اسحب على اخواني بس عشان عيني عاد من بايك بتشوفني غدر قاعد اطف عليه تف عليه مره بس جاب له صدقني صب عليه حس من دوامه بكل مكان صار بخليه يعجبه فضيحه لو كان صار متوش على ساحه نودي انه كان صار تثبت عكس ذلك في كانسر وات اوكي خلني ادي كذا الريسبكت ل بيج مو بيج اب يور سيلف بيج مو احد البروديوسرز اللي بدا يثبت رجوله في السين فهمت علي زي رحمن والشباب الثانيين يعني عندك انا التوب 3 عندي او التوب 5 خلينا نقول توب 3 انا اقول رحمن بيج مو والكليبس اوف كورس اوف كورس اوف كورس اوف كورس الثلاثه هذول يعني عندك كمان عبد المجيد يسر 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 هو نفسه اللي سوى جاثوم السبع صح تبع سلومو يس 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 اختيار حلو اختيار لسامي حلو لسامي حلو الفريق حق البروجكت هذا بيرفكت يعني فهمت علي فورتكس ابيو وراهم في بيج مو على production including mix master اظن وعندك عبد المجيد يسر 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 فورتكس كنت اتفرج رياكشنات قديمه فهمت علي كنت اتفرج رياكشنات قديمه له لي يعني كنت اتفرج عليه من سنتين تقريبا وقاعد اقول فيها او في كان راي كنت اقوله ونسيته صراحه اللي هو فورتكس الكاتالوج حقه او المسيره حقه فهمت علي تشبه مسيره جوني لوكس فهمت علي جوني لوكس اثبت نفسه في الساحه بدا من زيرو ليترلي زيرو فهمت علي وما كان عنده يعني باك اب كناس كبار فهمت علي يرفع فيه زي كذا بعدها شوي شوي لين ما طلع اول البوم ثاني البوم ثالث البوم بوم جاب معاه امينيم سنوب فهمت علي فاخذ ريسبكت من الاوجيز نفس الموضوع هنا فورتكس يعني افضل مسيره يعني اذا اي واحد تسال ايش المسيره اللي ودك تسويها يقول لك اني ابدا بنفسي فهمت علي واثبت وجودي اثبت اسمي يعني في الساحه ويكون عندي جمهور يعني يزيد من دون توقف يعني فهمت علي بعدها اخذ الريسبكت حق السين نفسه بعدها الاوجيز يعني ها شوف ابي يوسف وفورتكس يعني ما في احسن من كذا فهمت علي ما في احسن من كذا بصم حط بصمته في السين الكويتي شهر بين ناس كثار ما اتوقع اذا انت مثلا من مصر كنت تسمع الراب كويتي قبل فورتكس يعني فهمت علي ما اظن الا اذا كنت مواليد الخليج يعني فهمت علي وكنت كذا هيب هوب هيد وتبغى تعرف اكثر عن راب الخليج زي كذا اكيد كنت تسمع لكن اذا انت برا ما اظن كنت تسمع الراب كويتي قبل ما تسمع او تعرف فورتكس فهمت علي فورتكس يس يس رفع الراب الكويتي بالتحديد الراب الخليجي والعربي عامة يعني وهكذا فورتكس برو فخر اقسم بالله فخر انسان هذا يعني one of the realest وقريبات فهمت علي بيكون كذا another 5 years بيكون كذا OG عالم كذا فهمت علي معروف لا يعرف كذا وهكذا يسر 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 وروني ايش رايكم في الكلام اللي قلته هل توافقوني الكلام هذا انه فورتكس المسيرة حقه افضل مسيرة تقدر تتخيلها يعني اذا انت رابر او ارتست عامة فهمت علي لو تسمع تراكاته من زمان وتشوف الان وين وصل برو يعني كل شيء موثق في حسابه يعني في قناته يو نو وهكذا anyways وريني ايش رايكم في الكلام اللي قلته بالذات في التراك هذا ابيو بدع يعني ضيف شرف ثقيل يعني فهمت علي في التراك هذا او البروجكت هذا بيج اب لبيج مو اوف كورس وبيج اب لعبد المجيد واجين ثانك فورتكس فور سوتش ا تراك يعني سوتش ا بروجكت فهمت علي تراك فاير اقسم بالله anyways وروني الكلام هذا كله وحبشت القناه هذه كلها فهمت علي وروني اياها تحت في التعليقات وكالعاده اذا عجبك المحتوى تبع قناتي وحاب انك تدعمني لا تنسى تسوي لايك تشترك في القناه تفعل زر الجرس شو سم لاف كان معكم مودلا out.